أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات هيئة علماء المسلمين في العراق تدعو لإنهاء الآثار المقلقة للأزمة الخليجية وتناشد بإطلاق سراح العلماء والدعاة المعتقلين. ونطالع في المدى الصراع على الكتلة الأكبر يوتر العلاقة بين الحشد والعبادة. ونطالع في كتابات متظاهرو البصرة يحرقون القنصلية الإيرانية، هاتفين إيران برا برا. ونتصفح في الجزيرة نت، أردوغان لن نقف مكتوفي الأيدي بإدلب. جاء بالعربي الجديد تحت عنوان الحكم بالسجن لمستشاري ترامب السابق بقضية التدخل الروسي. ونقرأ في القدس العربي مقتل عراقي وإصابة 18 وحظر تجوال شامل في البصرة. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة جلسة طارئة للبرلمان العراقي في حضور العبادي ووزرائه. أهلا بكم. تحت عنوان إحراق أوراق المشروع الإيراني في البصرة كتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية، فبعد خراب العراق أليس من حق الشعب أن يطالب بإسقاط العملية السياسية للاحتلال بعد بيع أشلاء المدن العراقية كما تباع اليوم المناصب والمقاعد البرلمانية في السوق السوداء؟ ثورة البصرة ثورة ملل على بصرة بلا حياة وبلا عمل أو تخطيط. مدينة تصب فيها كل مياه العراق وتصب فيه النفط والثروات. البصرة يراد لها أن تكون إيرانية في مصيرها وثرواتها. هل قررت إيران ضمها نهائياً إلى عبادان والمحمرة ولو من الباطن بالاتفاق مع عملائها مقابل رفع اليد عن ممنوعات استلام السلطة أو تسامح ميليشيات حرسها الثوري في تقبل الانتقال الديمقراطي السلمي في الدورة البرلمانية وتشكيل الكتلة الأكبر على مقاسات المنافع والتراضي الطائفي والمصالح الإيرانية في مرحلة العقوبات؟ الاحتلال فكرة استعباد وتبعية مطلقة لن ينجو معها العملاء بمناقلة مبرراتهم أو غضبهم أو ما يعتصر قلب نور المالكي من ألم على البصرة وربما على الموصل الحدباء التي لم تعد تنفعهم بعد في تمرير كراهيتهم وأهداف مشروعهم الإيراني. هل تقرر تهجير سكان البصرة مع تهريب المخدرات واستغلال النفط وتحويل الموارد المائية في الروافد إلى الداخل الإيراني؟ لماذا الإصرار الإيراني على تقريع سلطتهم في العراق على تراجع منسوب المياه في حوض الأهوار المشترك؟ ماذا وراء تصاعد المطالبة بتعويضات الحرب وربطها بالخسائر البيئية؟ حرب الميليشيات في البرلمان للاستحواذ على السلطة والتهديدات المتقابلة لإنصاف أهل البصرة أو إسقاط الحكومة التالية خلال أشهر لن تمنع الحقائق من أن تحفر مجرا لها أو تصفع به كل من يندد بالميليشيات ودورها، في حين كان هو من يحميها أو يلتف على حماية جزء منها وما زال، لأن الميليشيات لم تولد بقرار عراقي، فالولادة هي إيرانية ومن تعهدها هو الولي الفقيه بالتربية والرعاية والتمويل. غضب شعبي وقرارات انتقامية، مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. ففي خضم الانشغال السياسي والإعلامي بهذه القضية الحساسة والمعقدة، ومع استمرار المظاهرات الشعبية في البصرة جنوبي العراق واستخدام القوات الحكومية القوة المفرطة ضد المتظاهرين الغاضبين الذين أحرقوا عشرات المقرات الرسمية والحزبية، تأتي قرارات العبادي الذي هو يشرف شخصيا على رئاسة هيئة الحشد الشعبية التي أقال رئيسها السابق فالح الفياض قبل عدة أيام.
وسنحاول هنا الاتفاق جدلا مع العبادي بأنه قرر عزل الفياض لانخراطه في العمل السياسي، لكن في المقابل ألا يحق لنا أن نتساءل هل العبادي اليوم مستقل وغير منخرط في العمل السياسي وهو الذي يشغل حاليا مسؤولية المكتب السياسي لحزب الدعوة الحاكم؟ لماذا يتعسف في استخدام السلطة؟ أظن أن قضية الفياض تدخل في إطار لعبة التكتلات القائمة حالياً، حيث أعلن الفياض قبل 10 أيام انسحابه من كتلة النصر بزعامة العبادي. أرى أن العبادي أراد توجيه ضربة استباقية لزعماء الكتلة الأخرى، ومنهم زعماء الحشد الشعبي هادي العامري وقيس الخزعلي والفياض وغيرهم، لأنهم ليسوا في فريقه، وكذلك لأنه يريد إضعاف دور هيئة الحشد في المرحلة المظلمة المقبلة ويجعلها تحت السيطرة القانونية، وأظن أنه متوهم جدا. الأولى بحكومة العبادي، وهي حكومة تصريف أعمال تتجه لتلبية مطالب المتظاهرين في الجنوب، هكذا يصف الكاتب، وأن تبتعد عن لعبة التناحر السياسية. ولعل اللافت في تظاهرات البصرة تجاوز أو تجاهل مراقبين ومحللين كثيرين ووسائل إعلام عربية وعالمية وكذلك بعض السياسيين العراقيين والعرب أسباب التظاهرات المتصاعدة وتركيزهم على سؤال واحد، ألا وهو من يحرك المتظاهرين في البصرة؟ وهذا السؤال هو ما يقدمه النظام السياسي في العراق مدخلا رئيسيا مباشرا لأي حراك شعبي عراقي للمطالبة بالحقوق الدستورية والإنسانية، بحسب الكاتب فارس الخطاب في العرب الجديد. أولاً وقبل كل شيء، القائمون على إدارة ملفات العراق الحكومية برئاسة حيدر العبادي أمام حرج شديد في مكان المتظاهرين وطبيعتهم، فالمكان هو البصرة أقصى جنوب العراق، المدينة الغنية بالنفط وذات الخصوصية المنفردة كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق، وهي أيضاً ذات حدود مشتركة واسعة مع 3 دول مهمة بالنسبة للعراق ومجريات الأمور فيه، إيران والكويت والسعودية، وهي إذن ليست الفلوجة أو الأنبار وديالة والتكريت والموصل، المحافظات ذات التهمة الجاهزة في التعامل معها على فرضيات تجعل أي تحرك فيها مرتبطاً بتنظيمات إرهابية أو حزبية. خرج البصريون بعد صبر شديد ومعاناة لا حصر لها أكثر من عقد، خرجوا بشكل عفوي للتعبير عن نفاد الصبر ولسؤال الحكومة وربما الضغط عليها لوضع حلول ناجعة لمشكلات عاجلة كمشكلة المياه التي يقول البصريون بشأنهم إنهم يموتون بشكل بطيء، وأن هناك أكثر من 40,000 حالة تسمم بسبب الملوحة العالية للمياه الشحيحة أصلاً، وسط صمت حكومي الرئيس ومحلي تجاه هذه المشكلة الكبيرة، بل بعد سيل من الوعود الخاصة بنصب محطات التحلية على شط العرب أو سواه، وبعد 15 سنة من سقوط نظام صدام حسين وتهم فساد بسرقة 10 مليارات دولارات تحت عناوين الخدمات في البصرة. يقول ممثلو شباب البصرة من المتظاهرين عن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي أنه شخص يقول ما لا يفعل، وأنهم فقدوا الثقة به وبوعوده، ولذلك بات تنفيذ المطالب الرئيسة أمرا واجب التنفيذ فورا، ولا مجال لوعود لن تتحقق مطلقا. المسؤول الذي تحول إلى سمكة، عنوان للكاتب نوزاد حسن. ففي عراق اليوم حدث تغيير خطير في ذهن المسؤول الذي جاء إلى السلطة لخدمة الشعب. في عراق اليوم حدث تغير خطير في ذهن المسؤول الذي جاء إلى السلطة بعد عام 2003. ما هو هذا التغيير؟ إنه باختصار شديد تحول الشخص المسؤول إلى كائن له صفات سمكة في حوض ماء، تظن هذه السمكة أن حوض الماء هو محيط زاخر، وإذا ما أخرجت سمكة الحوض من الماء القليل الضحل ستتلوى وتتوجع
وتعاني الاختناق. راقبوا تشنجات السمكة الخارجة من الحوض، إنها تنفعل تحاول أن تعود لكن دون جدوى. أظن أن هذه الصورة تنطبق على كثير من المسؤولين، لكنها لا تنطبق بالضرورة على فالح الفياض الذي تحدث بهدوء كبير، مبيناً أن مناصبه لم تكن تمنعه من أداء دوره، وهذا أهم ما في المنصب. لذا أنا أقول إن أي وظيفة لن تكون بلا قيمة إذا عملنا بجد حقيقي. ومن هنا يتضح دورنا كبشر يدركون ارتباط حياتهم بكل ما هو صالح. يبدو أن هذه الديمقراطية تحمل في روحها شيطاناً خبيثاً يقتنع كثير من المسؤولين بأنهم بعد حصولهم على هذا المنصب أو ذاك إنهم اكتسبوا مجدداً آخر حجزوه لأنفسهم. لقد كشف أحد النواب السابقين عن روح جديدة يحصل عليها النائب حين يصبح في هذه المؤسسة غير المتجانسة. يختم الكاتب بكلمة واحدة: روح النائب تختلف عن روحي، لكن الموت سيفرض حله على روحينا في النهاية. ترامب يحقق لنتنياهو حلم هرتزل، هكذا كتب سليم نصار في الحياة اللندنية. فلقد تبين في واشنطن أن آفي داختر وهو وزير الأمن السابق دبج هذا المشروع المريب بالتنسيق مع نتنياهو، وأن الاثنين اطلع، أو بالأحرى أطلع الرئيس ترامب على كامل التفاصيل قبل أخذ الضوء الأخضر منه ومن سفيره. ويرى زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أن ترامب يدفع لليهود فاتورة دعم حملته الانتخابية وسكوت الحزب الجمهوري عن كل ارتكاباته، ويمكن الإشارة بوضوح إلى خطة ترامب المزدوجة الأهداف والداعية إلى تسريع مشروعه المتكامل. وأفضل مثل على ذلك القرار الذي اتخذه بتجميد المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقد رأى السفير الفلسطيني رياض منصور في هذا الإجراء التعسفي مشروع أزمة بطالة، خصوصاً بعد تقليص واشنطن مساهمتها في موازنة الأونروا من 360 مليون دولار إلى 60 مليوناً فقط، أي ما نسبته 30% من مجمل تمويل الوكالة. بقي سؤال المتعلق بمستقبل قادة الأحزاب والمنظمات الفلسطينية، وما إذا كان غياب الشريك الإسرائيلي قد محى كل قرارات المفاوضات السابقة وأنهى مهمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع كل أنصاره من دعاة الانفتاح والاعتدال والحوار مع العدو. وفي نهاية الأمر يتوقع خبراء الأمم المتحدة بروز حماس والجهاد الإسلامي والقساميين كمنظمات معتمدة في كفاحها المسلح على الجيل الجديد من فلسطيني الداخل والخارج. يتوقع المحللون انبعاث الخط السياسي الذي رسمه بدمائهم كل من أبو يوسف النجار وكمال ناصر وأبو جهاد وكمال عدوان وأبو إياد وسعد صايل وأبو حسن سلامة وغيرهم. وهكذا أضاع الفلسطينيون والعرب أكثر من 70 سنة على أمل استرجاع وطن سرقته منهم إسرائيل مرتين. نحو سوريا، هل تكون إدلب معركة انكسار روسيا في سوريا؟ مقال للكاتب محمد زاهد جل في صحيفة القدس العربي، نسمع منه هذا المقتطف. أمريكا سوف تجعل من إدلب معركة مفتوحة لا نهاية لها، بل إن الأرجح أن تستغل أمريكا حرب روسيا على إدلب لإدخال روسيا في حرب استنزاف حقيقية وخطيرة. فروسيا تعول على الجنود والميليشيات الإيرانية أن تقوم باقتحام إدلب، بينما الجيش الروسي سوف يستعمل مقاتلاته الحربية من الجو، وسيجنب جنوده الدخول في حرب عصابات أو ضد مقاومة شعبية. فإذا وفرت أمريكا بطريقة ما أسلحة نوعية للمقاتلين في إدلب يتمكنون من خلالها إسقاط الطائرات الروسية وغيرها، فإن روسيا سوف تستخدم سفنها الحربية التي أتت بها إلى السواحل السورية لقصف إدلب من البحر. وفي كل الحالات لن تستطيع روسيا أن تحتل إدلب
إلا وهي مدمرة، وهذا لا ينفي دخولها في حرب مرهقة مع المقاتلين السوريين داخل إدلب وخارجها، أي أن أمريكا قد لا تسمح لروسيا بالانتصار في إدلب، وبالأخص أن لدى أمريكا أراضي واسعة لإمداد المقاتلين في إدلب، ولا يضير أمريكا أن تستمر المعارك في إدلب لسنوات مقبلة، فهذا يرهق روسيا وسوريا فقط، فالأمر في إدلب بخلاف القتال في منطقة جنوب سوريا ودرعا، حيث تخلت أمريكا عن دعمها لهم، لأن ذلك سوف يشعل الجبهة الجنوبية المحاذية لإسرائيل، وهو ما لم توافق عليه الدولة الإسرائيلية، وقد يضيف متاعب للدولة الأردنية. الأزمة السورية في الرؤية والاستراتيجية الأمريكية، عنوانها هزيمة روسيا بوتين تحديداً، مع سماح لروسيا بتدمير سوريا وقتل شعبها خدمة للمشروع الصهيوني. بعيدا عن السياسة، قالت خبيرة التغذية الألمانية بريجيت شرام إن الجسم لديه إيقاع جوع وشبع مترسخ في المخ، حيث يقوم بإرسال مواد تعطي إشارة للمخ بتناول كمية كافية من الطعام، وأضافت أن المضغ الجيد يدعم هذا الإيقاع، حيث يسهل تناول الطعام ببطء على المخ إدراك إشارات الشبع التي يرسلها الجسم، في حين تزداد صعوبة هذه العملية في حال تناول الطعام بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد المضغ الجيد تحضيراً لعملية الهضم، حيث يتعين على المعدة والأمعاء تصغير حجم الطعام الذي تم تناوله. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.